هناك دراسات كثيرة أجريت على أزواج تعساء. لماذا نجد بيوتا سعيدة وبيوتا تعيسة؟ ما هو السبب؟ تبين في هذه الدراسات أن عدم وجود التوافق بين الزوجة والزوج وعدم وجود استقرار نفسي يؤدي إلى مخاطر كثيرة، منها الطلاق، ومنها المشاكل النفسية، ومنها العنف المنزلي. لذلك الله سبحانه وتعالى ماذا قال في القرآن الكريم؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ماذا؟ لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه المودة وهذه الرحمة وهذا السكون هو شرط من شروط الزواج الناجح. لماذا معظم حالات الزواج تكون سيئة؟ السبب الأساسي هو إغفال الزوج آية مهمة جدا في القرآن، لو طبقها الأزواج لم تجد حالة طلاق واحدة، وهي قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، أمر للزوج بمعاشرة زوجته بالمعروف. فإن كرهتموهن، ما هو السلوك؟ كيف سيكون رد فعلي إذا لاحظت سلوكا أكرهه من زوجتي؟ انظر ماذا قال لك، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هنا القرآن أخذك للمستقبل، نقلك من اللحظة التي تعيشها وتنفعل وتغضب لسلوك سيء صدر من زوجتك، وقد يكون غير سيء، قد تكون أنت فهمته خطأ، أخذك إلى المستقبل، جعل عينك على المستقبل لتدرك أن هذه الزوجة سوف يكون من ورائها الخير الكثير، ولكن بشرط أن تصبر. لذلك قال سبحانه وتعالى ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لو تأملنا آيات القرآن كلها نجد أن الخير الكثير ذكر مرتين، مرة مع النساء في هذه الآية، والمرة الثانية مع الحكمة. قال تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، صدق الله العظيم.